السلام عليكم يا باشمهندسين، معاكم زميلكم حمزه عباس من الفرقه الرابعه مدني. دلوقتي ان شاء الله هنكلمكم على ماده خرسانه سنه ثالثه. خرسانه ثالثه مدني مكمله عن خرسانه ثانيه مدني. خرسانه ثانيه مدني انت خدت اول حاجه فيها ازاي يعني ايه لايف لود وديد لود، وبعد كده خدت ازاي تخلط طرق التصميم بين الكود المصري والكود الامريكي، وبعد كده دخلت شويه ازاي هتصمم الار بيم والتي بيم، بعد كده دخلنا في قطاع السوليد سلاب، بعد كده خدنا جزء بسيط من الشورت كولم، وبعد كده بقى خدنا السلالم. في ثالثه بقى هتاخد تصميم الكولم بتفاصيله كلها. يعني دلوقتي عندك عمود بيتاثر باكسل فورس، ممكن ما يتاثرش بالظبط في نص العمود، ممكن مسافه صغيره، المسافه دي ممكن هتعمل عزم فهيتغير على خالص تصميم طرق التصميم. فانت خدت في سنه ثانيه شورت كولم بس، بيتعرض لقوه ضغط وقانون البي التيميت بتجيب منه الايرستي، لكن لا في ثالثه في بقى حاجات ثانيه، في ممكن تاثر بعزم ام اكس وام واي، ممكن تاثر بقوه في الثلاثه نفس الوقت، فده هتختلف طرق التصميم فيها. عن هتدرس ثاني اللون كولم الفرق بينه وبين الشورت كولم. اللون كولم بيتاثر بالباكلينج، فالباكلينج هيعمل عزم اضافي، فالعزم ده هتضيفه على العزم اللي معاك في المساله، فيبقى عندك عزمين، فالمساله هتختلف تماما. فسنه ثالثه مش هيجي يقول لك صمم شورت كولم ولا لون كولم، مش هيقول لك حاجه، هيقول لك صمم كولم ابعاده مثلا 30 سم في 70، مش هيقول لك ده شورت ولا كولم ولا لونج، انت هتشوف هو شورت ولا لونج، ازاي تعمل تشيك اوف باكلينج، لو لقيت في باكلينج يبقى لونج، لو مش لقيت يبقى شورت. بعد كده خلصنا كولم اللي هو الشورت واللونج، بعد كده ادخل على التورجن انواعه وتاثيره ومنطق تاثيره ايه هو، وبعد كده المسائل هيقول لك هيجيب لك بيم والبيم دي تاثر على التورجن فصمم البيم دي. ده كده تاني جزء. بعد الجزئين دول هيبدا الميد تيرم. بعد الميد تيرم بالظبط هتبدا في جزء جديد اللي هو الفلات سلاب. الفلات سلاب هتاخد فيها وقت طويل من المحاضرات شويه، هتدرس ايه هي الفلات سلاب، ايه هي انواعها، ازاي اعمل تشيك اوف بانشنج. بعد كده بعد الفلات سلاب هتدرس الفريم. الفريم عباره عن عمودين وقطاع بيم، الثلاثه مظبوطين مع بعض بيأدوا اغراض ثانيه. هتدرس بعد كده الارش سلاب والارش جيردر. احنا عشان سنتنا كان فيها كورونا وقفنا عند الفريم، مش كملنا الارش سلاب والارش جيردر، انتوا المفروض هتكملوا الاثنين دول. الماده 175، 100 فاينل وبعدين 35 شفوي. الشفوي بيبقى عباره عن لوح انت بتدرسها بترسمها على مدار الترم من اول الفلات سلاب وانت لحد الاخر. الفلات سلاب ممكن هيديك مساله تحلها كامله، تصمم السلاب، تصمم الكولم، تصمم البيم، مارجنال بيم لو في مارجنال بيم على الاطراف. بعد كده هترسم كل تفاصيل، ترسم الفلات سلاب بتصليحها بتفاصيلها، ترسم الكولم، ترسم البيم، ده كله على مدار الترم. بعد كده بعد نهايه الترم قبل الفاينل باسبوعين كده او اسبوع الشفوي هيبدا ينزل لك جدول عادي جدا، وتدخل باللوح دي للدكتور، هيقعد يسالك بقى انت رسمت دي ازاي ويسالك فيها. ده بالنسبه للشفوي يبقى 35 درجه والفاينل 100. بعد كده بقى 40 درجه، 40 درجه متوزعين ك 10 سيكشن و30 ميد تيرم، لكن اللي بيتنفس فعلا بيبقى 100 فاينل 35 شفوي. ال 40 درجه دول بيتلعب فيهم ازاي؟ يعني لو انت معظم الدفعه في الميد تيرم ما بتبقاش ايه مهتمه قوي بحته الوقت، فالدرجات بتبقى نازله خالص. الميد تيرم بيبقى 100 هو بيتنسب لحد بيبقى 30، بس الدرجات تبقى اوعى، مثلا نجيب 30 من 100 نجيب 35 ما بيعديش النص. فالدكاتره المعيدين بيشوفوا الانسب ان هم يخلوا الميد تيرم من 20 ويعمل الفصل الغياب بقى مسائل تحلها الدكتور او المعيد دي من 20، فالمحصله كلها يبقى 175. احنا قولنا اول جزء من الخرسانه الاعمده، تصميم الاعمده بانواعها بكل حاجه فيها، ده المسؤول عن الجزء ده دكتور سيد احمد. بعد كده تخش في التورجن وفلات سلاب، الجزء ده المسؤول عنه دكتور محمد رضا. بعد كده تدخل في الفريم، الفريم الجزء ده المسؤول عنه دكتور زغلول، ده اللي احنا خدناه في الترم بتاعنا. بعد كده لو انتوا كملتوا خدتوا الارش سلاب والارش جردر، المفروض دكتور زغلول هيكمل معاكم الجزء ده. تمام. هي الخرسانة عبارة عن تصميم، فالموقع لو انت بتتكلم عن
ان انا داخل بشوف تشييد وخرسانه بتصب وكده لا، لكن لو انا مسكت لوح وشفت التسليح بتاع اللوح وكده لا هتفهم جدا يعني، وهتفهم ان مثلا البلاطه دي تبقى نوعها ايه والنظام الانشائي فيها ايه. فكلوح تمام هتفهم كل حاجه تستوعبها، لكن كتشييد وكده لا، خرسانه تصميم مش تنفيذ. في الجزء اللي قبل الميد ترم مفيش رسم، يعتبر بس قطاعات الاعمده البسيطه، ودي مش هترسمها يعني، مش هيقول لك ايه هات لوحه وارسم لي قطاع 30 في 70. لكن بعد كده بعد ما تدخل الفيت سلاب والفريم وكده لا، من اول هنا انت المعيد هيدخل يشرح لك ازاي ايه هي الفيت سلاب ويشرحها لك، وبعد كده بعد ما يخلص تصميم هيرسم لك الفيت سلاب وهيعلمك ازاي توزع الاسياخ وازاي تعمل كل حاجه فيها. بعد كده بعد لما يخلص الفيت سلاب هيطلب منك لوح ترسمها في البيت وتصممها مسائل باللوح بتاعتها، عشان دي الشفوي اللي تدخل بيها الشفوي اللي احنا قلنا عليها من 35 درجه، فانت اهتم بالحته دي. لا هيبقى كله في الرسم في البيت، مفيش رسم، مفيش سكشن رسم نهائي. هو بعد لما يخلص شرح التصميم هيرسم لك على السبوره ويعلمك ازاي، لكن الرسم في السكشن وتجيب البورده وكده لا لا، كله ده في البيت. بالنسبه للميد تيرم على حسب الدكتور، ممكن يقول ممكن المسائل طبعا يعني يعتبر 100% او 90%، بس ممكن الدكتور يعني الميد تيرم اللي كان عندنا ممكن الدكتور يجيب لك سؤال نظري وبعد كده السؤال الثاني والثالث طبعا مسائل. احنا كان عندنا اول سؤال 10% بس من درجه المد من درجه الميد تيرم عباره عن سؤال عرف التورشن وايه انواعه وبيحصل امتى، وبعد كده مساله لل اسمه ده للكولم، بعد كده مساله التورشن، كان ده هو الميد تيرم. اما في الفاينل لا طبعا كل الفاينل مسائل، والفاينل مسائل ورسم زي طبعا ما خدت في خرسانه 2 في سنه تانية، هترسم طبعا وتجيب لوح ومسطره وكده. المادة معظمها مسائل، فلازم تتعود على حل المسائل الكتير لأنها الخطوات بتاعتها كتيرة جدا، المسألة ممكن تدخل في 4 أو 5 صفح، فلازم تحل كتير وتهتم بالوقت، لأن في الميد ترم زي ما قلنا الوقت هو صغير مش زي الفاينل، فالناس يعني انت بتبقى عارف اصلا عارف تحل المسألة اللي قدامك وعارف لو اديتك وقت زيادة هتحل، بس انت مفيش وقت لأنك بتاخد وقت كتير في حل مسألة واحدة أو مسألتين مثلا، فاهتم بالوقت جدا عشان الوقت ده مهم. انت اصلا هتبقى فاهم او حابب تعرف المادة دي بتتكلم عن ايه والمسائل بتحلها ازاي وكده، فانت هتبقى عارف، مش ده ضعف منك، لا الوقت هو بس ايه بيبقى الحاجز الوحيد. اما في الفاينل بقى الرسم، طبعا الرسم هو بيبقى عليه اكبر نسبة من الدرجات، انت طبعا لو بترسم بطيء او ما بتحبش الرسم فدي هتبقى مشكلة عندك والدرجات ممكن تقل. طبعا معظم المعيدين ممتازين طبعا من غير يعني من غير استثناء، بس في باشمهندس محمد منصور، باشمهندس محمد ثروت، باشمهندس سعيد، باشمهندس احمد عبد الله، دول مذكراتهم كويسه جدا وبسم الله ما شاء الله عليهم يعني في الطب. المسائل بتبقى سيستم واحد، يعني انا هجيب لي شكل معين في مثلا في المساله في سلاب شكل معين، في مثلا بيم خارجيه ما فيش بيم في بتاع، فانت عارف الخطوات هي سيستم بتمشي عليه، بس اهم حاجه الوقت، ما فيش حاجه صعبه، بس هو مش هيخترع يعني هيحط لك مارجن بيم بره او مش هيحط كولم جوه، ممكن تعمل تشيك اوف بانشنج عليه، ممكن البانشنج ده مش سيف فانت هتعمل كذا، فانت عارف كل حاجه ممكن تيجي لك، لو العمود ده مش سايف هتعمل ايه، لو المارجن بيم جات لك هتصممها ازاي، فانت عارف كل حاجه، اهم حاجه الوقت. طبعا في فيديوهات، احنا في ساعتنا كانت الكورونا يعني طاغيه شويه، فالمعيدين والدكاتره كانوا اصلا بينزلوا فيديوهات، فدي تبقى كويسه ليكم، وفي نفس الوقت في فيديوهات قديمه جدا برضو، مش قديمه قوي يعني ممكن سنتين، بس هو نفس الشرح ونفس كل حاجه، احنا كنا ساعات بنرجع ليها مثلا رسم الحته دي معينه، رسم بتاع، فلا الداتا كلها موجوده ويعني كويسه يعني. الصعوبة زي ما قلنا قبل كده ان المسألة بتبقى طويلة جدا، والصعوبة مش عشان انت تحل، لا الصعوبة في ان الخطوات كتيرة جدا، فانا ممكن
المساله الواحده تخش في 5 صفح زائد اللوحه بتاعتها اصلا. فدي دي صعبه جدا الصراحه، بس لما تتعود ايدك عليها وانت فاهم الخطوات وعارف انا بعمل ايه وكده، فلا دي اول حاجه. تاني حاجه الوحدات، الوحدات كانت عندنا كان في السنه اللي فاتت الدكتور متعود ان احنا بنشتغل بالكيلو جرام، لكن على سادتنا متعودين قالنا لا احنا هنشتغل بالنيوتن. فدي عملت فرق شويه، لان احنا بنرجع للفيديوهات بتاعت السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت شغاله بالكيلو جرام والسنه الجديده بالنيوتن، فعملت فرق شويه. ده اول حاجه. دي تاني حاجه اهتم بالوقت، لانه تاني وتالت ورابع الوقت بالنسبه للمسائل صغير، لكن لازم تحل بايدك كتير قوي، وحتى لو تعيد مره واثنين وثلاثه، لو عندك مثال واحد ممكن تعيده اكتر من مره. المهم الوقت ليه؟ لان يعني زي ما قلنا الافكار ثابته، هي سيستم واحد بتمشي عليه، فهي الافكار ثابته. لو عندك مثال واحد بس ممكن تعيده اكتر من مره، المهم تفهم انت بتعمل ايه وايه تمرن ايدك. الامتحان تدخل بقى بالكود، فانت ممكن تريح دماغك وتقول انا هذاكر نص نص واكتب في الكود وادخل، لا انت كده تستنفذ وقت جدا من الامتحان. ومعظم الناس حتى انا عملت كده والوقت خلني ده في الميد ترم، يعني الوقت خلني ومش عرفت فيه شويه اجزاء مش عرفت احلها. انت هتكون عارف تحلها ازاي بس الوقت اتغير. في الفاينل بقى لا، انت الفاينل اول لما تتلدع من درجه الميد ترم في الفاينل بقى هتفهم انت الوقت مهم جدا ليك وهتمرن ايدك. لا هو تمام كده، احنا استوفينا كل حاجه من الماده، ويعني شكرا جدا لتيم زجزاج انه وفر فيديو زي ده يفيد الطلبه، وان شاء الله لو في اي سؤال هنتابع معاكم في الكومنتات.